حلقة جديدة من برنامج سفرة سالي. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفتين، وصفة حلوة ووصفة حادق، وان شاء الله هيكون معايا النهاردة ضيف شيف أسامة، هيقدم لنا حلاوة المولد عشان ناس كتير جدا 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 طلبوها طبعا. فأنا دايما كل سنة الحقيقة كنت بعمل وصفاتي، بس المرة دي بقى أنا قلت إيه، يعني عايزين نشوف برضو أصول المهنة بتتعمل إزاي. فإن شاء الله هيكون معانا بقى الشيف أسامة. تمام. وما ننساش ان النهارده برضو اخر الحلقه هيبقى في سيجمنت مخصص لاسئلتكم، هينزل بوست على سفره سالي على البيج على فيسبوك، هتكتبوا تحته اسئلتكم واحنا هنجاوب عليها، هجاوب عليها ان شاء الله في الحلقه على طول وانا معاكم، تمام زي ما عملنا المره اللي فاتت. فدي ان شاء الله هنثبت عليها علشان دايما ايه اقدر اشوف اسئله بتاعتكم جاوب عليها لايف. طيب هقول لكم بقى على المقادير اللي معانا، او هقول لكم الاول احنا الوصفتين هنعملهم ايه. احنا معانا مافن كيك شوكولاته دريم، ومعانا راعي مافن دريم. وزي ما قلنا احنا دي مش وصفات، دي شرح طريقه عمل لمنتجات دريم. منتجات دريم كتيره ما شاء الله، وبقالها سنين 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 معايا في البرنامج، ودايما بشرح بتتعمل ازاي. في حاجات بنبني عليها وصفات، وفي حاجات بتبقى وصفة كاملة لوحدها. فاحنا بنشرح مع بعض هنا ايه اللي موجود وبيتعمل ازاي. احنا معانا المرة دي خليط مافن فانيليا وخليط مافن شوكولاتة، وشكله بيبقى كده بعد ما بيخلص معانا، بحيث الناس اللي هي في طبعا ناس بتبقى عايزة حاجات سريعة، وفي حاجات في ناس بيحبوا يعملوا الحاجة من أولها لآخرها. فالمرة دي بنخاطب الناس اللي عايزة تعمل الحاجات السريعة. هنعمل كمان إن شاء الله في ليه السمك باللوز المقرمش. تمام، نقول بقى المقادير. معانا كيس خليط مافن من دريم بالشوكولاتة المرة دي، وفي بالفانيليا زي ما تحبوا. معانا بيضة كبيرة أو اتنين صغيرين. معانا 135 ملي لبن يعملوا أكتر من نص كوباية بشوية. ومعانا 135 ملي زيت اكتر برضو من نص كوباية بشوية. تمام، للزينة معانا صوص شوكولاتة، ومعانا كريمة وشوية حركات بقى بالشوكولاتات. دي اسرع طريقة، بحيث اللي مزنوق وعايز يعمل حاجة بسرعة ومش عايز يقعد يفكر لسه هيعمل ايه، سريعة جدا. ليه بقى؟ لان احنا معانا برضو في العلبة في كل حاجة، يعني كل حاجة احنا محتاجينها. معانا هنا هتلاقوا الكوبايات بتاعه الايه اهي اللي هنستعملها عشان ندخلها الايه الفرن، فمش محتاجين ان احنا نشتري لسه. معانا كمان الشوكليت شيبس اهي جاهزه، شوكليت شيبس جاهزه معانا هنا اللي هتتحط اهي، شايفين هي فيها كمان شوكليت شيبس، فمعانا جاهزه هنا برضو. معانا ايه كمان؟ الخليط بقى نفسه. تمام، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ يبقى معانا ثلاث حاجات في العلبه جاهزين بحيث نقدر نستخدمهم على طول. هنحط الاول البيض والزيت واللبن باي ترتيب، باي ترتيب انتوا عايزينه. السوائل كلها مع بعض الاول. هنا بقى مفيش زبده زي المره اللي فاتت، فالموضوع اسهل. بعد كده ببتدي انزل بقى بالخليط اللي معايا. اهم حاجه نكون مسخنين الفرن على 180 درجه، مهم جدا علشان يحقق الحراره قبل ما ايه ما ندخل المافن عشان ايه يستوي بشكل صحيح. هنحط بقى الكميه كلها. انا عايزه اشكر كل الناس اللي امبارح الحقيقه شكرتني على التكريم، ميرسي جدا. شكرا للمتابعيني على انستجرام وفيسبوك، وشكرا على رايكم على الفستان. بجد يعني الواحد دايما بيبقى دايما في الحفلات وكده والمناسبات والتكريمات بيقعد يفكر ايه الحاجه المناسبه. المشكله بقى بيبقى دايما دايما كل الحاجات الفساتين وكده بيبقى معظمها بتبقى عريانه شويه، فبيبقى صعب الواحد يلاقي حاجه مناسبه.
بس الحمد لله لقيت حاجة مناسبة جدا 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 قبل بقى التكريم. الحمد لله عجبت الناس جدا، الحمد لله. بصوا بقى اهو كده خلاص، وهحط بقى نص من الشوكليت شيب في الكمية دي، والنص التاني هرشه على الوش عشان يبقى باين معانا، ما يبقاش كله جوه. اهو نص اقلبه جوه، شايفين قوامه مظبوط جدا معانا. والنص التاني هنرشه بقى بعد ما نحطه بقى، يعني نجيب الاول صينية ونحط عليه بقى كل الكوبايات اللي معانا اللي احنا قلنا انها جاهزة معانا، كل حاجة متغلفة. احنا هنحط بقى دول، هبتدي ارصه كده، بستعمل ممكن نستعمل اللي هو بتاعت الايس كريم بتسهل شوية برضو، او مغرفة اللي موجودة عندكم. تمام، بفضل بقى اكمل كلهم لغاية تقريبا 3/4. خلاص هتلاقوا الكوبايات دي هتكفي معاكم على قد الكمية بالظبط، تقريبا الكمية دي شايفين، ما بنزودش عن كده عشان هي لسه هتنفخ معانا. هبتدي بقى ان انا ارش على الوش شوية من الايه تشوكلت شيبس. تمام، هكملهم وادخلهم الفرن على 180 درجة، لما هنرجع هيبقى شكلهم كده معانا زي ما احنا شايفين مستويين بالطريقة دي، لما يستووا في الفرن يسقعوا وبعدين بنزينهم. احنا دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض، اكون انا قفلت دول بعد الفاصل ان شاء الله. ودلوقتي هنكمل مع بعض. احنا قبل الفاصل عملنا المافن الشوكولاتة، خلاص هندخله بقى الفرن زي ما قلت، بيبقى تقريبا لغاية المقاس دوت، وهندخله دلوقتي الفرن على 180 درجة. هنزين بقى، دي اخر تكاية نعملها سوا، دي يعني مش اساسية، دي اضافية يعني شوية حركات، يعني انا هعملها صغننة عشان مغطيش على كله، ممكن اللي في النص اعملها كبيرة عشان يبان بس اللي تحتها. تمام، نيجي بقى في النص دي نعملها كبيرة، نتحرك كده وبعدين نبتدي بقى نطلع. تمام، الطريقة دي الكبيرة بقى. نحط شوية شوكولاتات وحركات، ممكن برضو يتحط شوية صوص شوكولاتة، مش لازم يعني، بس ممكن. مش هحط على كله يعني، هحط على واحدة واحدة.
معانا تليفون. الو، الو، اهلا اهلا، ازيك يا شيخ؟ اهلا بيكي، تسلم ايدك. تسلميلي يا حبيبتي، شكرا. انا بحبك قوي حبيبتي، شكرا. تسلم ايدك بجد على الحاجات اللي بتعمليها عني. يا رب تسلميلي يا حبيبة قلبي، شكرا. قوليلي عندك اي سؤال؟ عايزة اعرف طريقة الكيكة الاسفنجية. طيب حاضر، شكرا على المكالمة. تمام، احنا بيبقى معانا 9 بيضات، الافضل ان احنا نفصلهم، لكن لو مش هتفصليهم الطريقة السهلة لازم تلتزمي بالوقت. خلاص، بتضربي 9 بيضات مع كوباية سكر لمدة 7 دقايق على الأقل، لغاية ما يبقى حجمه لغاية فوق كده، خلاص حاجة كده بتتفاقم. خلاص، ساعتها اعرفي ان هو تمام معايا. بعد كده احنا معانا كوباية دقيق وربع كوباية زيت، وممكن تحطي معلقة بيكنج باودر لو عايزة بس مش لازم، ورشة ملح وفانيليا أهم حاجة. بتحطي الباقي ده كله بشويش مع تقليب بشويش جدا 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 عشان ما تطلعيش الهواء من الخفق الأولاني. تكوني مسخنة الفرن على 180 درجة، تحطي في قالب ألومنيوم مدهون، تخليه الفرن بعد ما ياخد بقى لون وخلاص وجربتي في خلة أسنان واستوى معاكي مش بيتهز، اطفي الفرن وسيبيه شوية جوه عشان ما يهبطش، بس كده ان شاء الله يبقى مظبوط جدا معاكي. طيب، احنا كده خلصنا المافن وده الزينة بتاعته، حطها بس على قدام. احنا طبعا دي كبيرة قوي، فممكن ان احنا نحط نرشق شوية شوكولاتات كده. حركات يعني زيادة بما ان في زيادة معي. تمام، احطها بقى قدام. طيب دلوقتي بقى هنعمل وصفة الايه، معلش لحظة واحدة، هنعمل وصفة سمك. سمك فيليه، السمك باللوز المقرمش. معانا 4 شرايح سمك فيليه، بياض بيض، كوباية لوز مقرمش مجروش قصدي، و3 معالق كبيرة شوفان مطحون، ومعلقة كبيرة زيت، وتوم بودرة، بابريكا، ملح، فلفل أسود، دقيق، شوفان لتبطين السمك. تمام، ومعانا بقى للتقديم زي ما تحبوا، سلطة، رز سمك، شرايح ليمون، كل اللي انتوا حابينه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب بس الملح والفلفل قدامنا. نحط بقى، بصوا، هنحط احنا معانا السمك نفسه، هحط عليه السمك، مش محتاج يتبل فترة في التلاجة، بيشرب طعمه على طول. وهنا على الطبطينة شوية وعلى الخارجية شوية. تمام، هنا نفس القصة، الفلفل بقى، وهنا وهنا، وناخد بقى البابريكا كذلك على كله. معانا تليفون. الو، اهدى يا حمدي. صوتك وصلني والله العظيم. معانا تليفون. الو، يا الو، خلاص ولا ايه؟ طيب، نحط بقى بودرة التوم، شايفين، على كل الطبقات. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنقلب ده كويس جدا. ده اللي هي الطبقة اللي على الوش، دي الطبقة اللي هي على الوش خالص، دي انا هخلط فيها لوز كمان، هنحط فيها بقى الزيت. عشان يبقى مقرمش شوية معانا، وهنحط لوز. تمام، مجروش. معانا تليفون، معلش حاولي تكلمينا تاني. تمام، هنقلب بقى هنا برضو الطبقة اللي احنا هنغلف بيها السمك على طول، دي دقيق ممكن ما يبقاش خشن قوي،
لازم يبقى ناعم، يفضل ميبقاش خشن قوي، يبقى ناعم عشان يمسك على السمك. تمام، هنحط بقى كله بالترتيب، بياض البيض هنا ودي هنا دي هنا. نجيب بقى الصينية بتاعت الفرن، جوانتيات نلبسها ويلا بينا. عايزاكم برضو النهاردة ان شاء الله للبوست اللي هينزل على سفرة سالي تقولوا لي برضو انتوا نفسكم تشوفوا مواضيع ايه في البرنامج. البرنامج زي ما انتوا شايفين برنامج مفتوح، في مواضيع كتيرة جدا 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 بنتناقش فيها، سواء تربية نفسية مطبخ، حاجات كتير قوي قوي قوي، فتجميل كل حاجة. فمستنية برضو تقولي رأيكم انتوا نفسكم في ايه. معانا تليفون. يالو. الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. في مشكله في التليفونات ولا ايه النهارده يا جماعه؟ طيب هناخد الفيليه السمك بالشكل ده. تمام، هنزل في الدقيق الاول، دقيق الشوفان ابطنه بالطريقه دي. طبعا احنا لازم يبقى اسبوعيا مرتين سمك، ومع الشوفان يا سلام، الاتنين بيقووا العظم وبيرفعوا المناعة وبيساعدوا على الحرق بشكل ممتاز. هننزل بقى في بياض البيض، لان هو الصفار مع السمك بيبقى شوية فيه زفارة، مش كل الناس بتحبه، فكده ايه تمام جدا. يبقى من غير، يبقى بروتين كمان بس حلو قوي، بيشبع قوي 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 على فكرة، الفيليه ده بيشبع جدا. ننزل بعد كده هنا بقى نضغط ونغلف. عايزه اوجه سلام وتحيه لكل الامهات الجميله اللي بتتفرج عليا، اللي من كل الاجيال بجد. في امهات كده بتجيلي جميله بشكل، واجداد جدات جميله جميله بشكل، يقولي لي سيلي احنا بنحب نتفرج عليكي وتعلم منك. بقول لهم انتوا بتعلموا مني انا؟ اكيد لا، يعني انا مبسوطه قوي انكم بتتفرجوا عليا بجد، ليا الشرف بشكل مش عادي بجد. بحبكم جدا جدا، وبفرح قوي قوي لما بتقولي بجد. في اي حته بكون فيها بلاقي ناس جات لي كده بيقولوا لي، بجد ببقى سعيده قوي. من بره مصر كتير، امبارح قابلت برضو ناس من بره مصر، ف بلاد العربية برضو أمهات كتير وجدات بيحبوا يتفرجوا، فأنا ده شيء يسعدني جدا. بصوا بقى دي التغليفة اللي هي الطبطينة الأولانية عشان يمسك فيها البياض البيض وتنشف لي السمكة، تبقى مقرمشة شوية ما تبقاش طرية زيادة. خلاص ننطر كده كويس، وبعدين ننزل على بياض البيض. دايما نشتغل لما نيجي نعمل بانيه ايد تبقى للمبلول وايد تبقى للناشف. خلاص نشيل بقى كده، ننزل كله كويس، ننزل على اللي هي باللوز. اللوز بقى بيديها طعم مش عايزه اقول لكم، حلو بشكل لاي بانيه بصراحه، بيفرق قوي، وفي نفس الوقت بيدينا قيمه غذائيه زياده، لان اللوز يعني من الحاجات اللي فيها يعني فايده مش عاديه. قصه عمري عمري ما هنساها، كان زمان وانا صغيره، هي ماما كانت مديرة معهد الباليه، فكانت وهي بتشتغل تعرفت على واحدة كانت أجنبية، كان في ناس كتير أجانب بيروحوا، فتعرفت عليها وقالت لها، لاحظت إنها كانت ما شاء الله في سن كبير جدا 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 ولكن شابة، لسه شكلها شاب جدا، فقالت لها إيه سر إن أنتي لسه ما زلتي شابه بالشكل الرهيب ده؟ بتاكلي ايه؟ فقالت لها بطريقه فرنجي كده، شوفي يا هان، المهم انك يوميا تاكلي 10 لوزات كل يوم 10 لوزات.
هما اللي فيهم السحر والسر كله. بس مش قادرة انساها من يومها بقى. يبقى اللوز بقى بيدينا ايه؟ الزيوت والدهون الغير مشبعة الممتازة للجسم، ممتازة للقلب، ممتازة للبشرة وللشعر، وبترفع المناعة وبترفع الحرق كل حاجة. بس باعتدال، قلت 10. ليه 10؟ عشان اكتر من كده سعرات زيادة، فالجسم يبتدي يدخل منهم، بدل ما ايه يستفاد بس، يبتدي بقى الزيادة ده يحوله دهون. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نستفاد منه. طبعا اللوز الني. خلاص، احنا معانا تليفون. الو، تبعتوني بقى، تبعتوني كل شوية. طيب احنا كده خلصنا الفيليه، بيبقى شكله كده تمام. بندخله الفرن على درجة 200، يتحمص ويستوي معانا، مبياخدش وقت طويل لان السمك بيستوي بسرعة جدا معانا، فما طولهوش في الفرن. بنطلعه وبنقدمه بالطريقة ديت زي اللي قدامنا بالظبط. تتقدم بقى طبعا للناس اللي عاملة ال7 خطوات، تاكله مع سلطة. للناس اللي عادي مش عايزة تخس، تاكلوه مع رز عادي. يعني في مثلا ولاد كتير لا يحبوا اطفال ياكلوه مع رز مثلا سمك، خلاص برضو يا ريت معاه سلطه. بتمنى اكون فدتكم بالوصفتين دول، حلو للمناسبات والحادق صحي. هنروح بقى الفاصل، هنرجع بقى بحلويات المولد اللي انتم مستنيينها ان شاء الله مع شيفنا العظيم بعد الفاصل. دلوقتي جايبين شيف من قلب المصنع، من قلبه، عشان يقدم لنا الحلاوه باكملها، حلاوه المولد. منورنا يا شيف اسامه. حضرتك بتشتغل في مصنع حلويات، بتنتجوا الحلويات دي؟ نعم. كلها باشكالها؟ نعم. تمام. طبعا كل الناس بتسال ده بيتعمل ازاي. حضرتك هتقدم لنا النهارده اني اشكال بالظبط؟ أنا حضرتك احنا هنقدم ان شاء الله في الحمصيه، سهله جدا في عمايلها وسريعه جدا ومقاديرها مش كتيره يعني. وايه كمان؟ وهنقدم ان شاء الله القشطه، حاجه كده جميله يعني طعمها حلو مش اسمها مسكره. اسطحية اظن؟ اسمها القشطه. القشطه اللي هي دي؟ اللي هي اللي هي البيضه دي. البيضه دي اللي عليها جوز هند من بره. ايوه بالظبط دي. وفي ان شاء الله كمان اللذيذه. حلو قوي. يعني طبعا. كلها حاجات بسيطة جدا تمام. ومش مكلفة يعني. يلا بينا ان شاء الله. هنبتدي بأني وصفة الأول؟ طيب احنا ان شاء الله الأول هنحط هنشتغل الحمصية. تمام. احنا بنحط الحمص في الفرن يسخن، لازم يبقى سخن مع المية. كمية المية بقى قد ايه؟ نركز. المية هنا 50 جرام. ايوه 50 جرام مية، يعني ربع كوباية. 125 مية كم؟ 50 جرام. تمام تمام يعني ربع كوباية مية. أيوة. عليها سكر قد ايه؟ عليها سكر 500 جرام. 500 جرام؟ كم؟ 100 جرام سكر خشن حضرتك. 100 جرام سكر يعني نص كوباية. نص جرام. كوباية. تمام. بالظبط. وبنزل بالعسل الجلوكوز. اللي هو 100 جرام برضو؟ لا، العسل الجلوكوز 100 جرام. 100 جرام عسل بالظبط. يبقى 500 جرام حمص محمصين او مسخنين في الفرن، 100 جرام سكر حطيناه، و100 جرام عسل جلوكوز، وفي الاول 50 مللي من الميه يعني ربع كوبايه. ودلوقتي هنحط 2 جرام من ملح ليمون، صح؟ تمام. بس تمام. ده بعد ما كله يسيح. تمام. ملح الليمون فايدته عشان ما خليهاش تسكر، ترجع سكر تاني، ما تخرصش، ما تعملش كريستالات. ايوه.
طيب احنا طبعا التكة دي هي المهمة بقى دلوقتي على النار. تمام. المفروض ان احنا نوصل لدرجة كام او ست البيت تقدر 110 على الترمومتر لو في ترمومتر، لو ما فيش ترمومتر ممكن اجرب بطريقة بسيطة خالص، بجيب بولة فيها مية واحط صباعي كده عشان تبقى يعني ما تتلسعش، واسحب كده اسحب العود بتاعها واعرفه، اقدر ايه سهل جدا امسكه كده الاقيه لما يمسك معايا على كده خلاص. لازم بالايد؟ ممكن طريقه ثانيه؟ ممكن عارفه دي اللي هو الطريقه الثانيه ممكن الترمومتر لو في ترمومتر. لا في طريقه ثانيه غير الترمومتر وغير بالايد، ممكن مثلا باداه، ممكن ياخده باداه ممكن تاخد بمعلقه بسيطه وتحطها على الرخام، على الرخام وتتعامل معاها، تبقى تهدى شويه تتعامل معاها. قوامها عامل ازاي؟ لازم يبقى قوامها عامل ازاي بقى؟ يعني يكون ماسك، القوام بتاعها ماسك، ما يبقاش ماسك قوي عشان ما تبقاش مكسره، وما تبقاش طريه قوي عشان ما تفكش، ما تفكش ما تبقاش. فالتركية يا جماعه كلها في ده بيغلي قد ايه عشان يدينا التماسك المظبوط اللي احنا عايزينه. هي بتاخد لها بتاع 10 دقايق على النار يا دوب، بس لازم اتاكد ان الخليط يكون سايح تمام. بتاخد تقريبا معاش تاني قد ايه على النار؟ بتاخد قد ايه؟ وقت قد ايه؟ يعني من 10 دقايق لربع ساعه لان الكميه قليله، فما بتطولش على النار. طبعا هو الشيف قسم كل المقادير، لان المقادير بيشتغلوا على كميات مصنع، كميات كبيره، فالمقادير بتبقى كمياتها كبيره جدا جدا، فالشيف كتر خيره قسم بقى الكميات بحيث انها تبقى كميات على قد ست البيت انها تقدر تعملها في البيت من غير ما تبقى كميات كبيره قوي عليها. تمام. تسلم ايدك. طيب احنا بنحط بقى امتى الليمون؟ احنا بنحط الليمون لما يبتدي يستوي، لما تبتدي يستوي اروح نازل ملح الليمون رشه بسيطه 2 جرام زي 2 جرام، يعني هو ما يعني ما ينفعش احط كتير عشان ما يغيرش الطعم. تمام. طيب لازم يكون معانا سيليكون؟ لازم يكون معانا سيليكون عشان ما يلزقش من تحت. طب لو انا ما عنديش سيليكون نعمل ايه؟ ممكن حاجه طريقه سهله جدا، انا على الرخامه بدهن شويه زيت. تمام. وبروح نازل رخامه مش اي حاجه ثانيه، يكون زيت ما يكونش ريحته يعني زيت زيت ذره ماشي، ينزل انزل بيها وامسح الطرف الرخامه، وبعد كده لما الخليط هنا يستوي اروح نازل هنا، وبالمردنه بكون دهنها زيت برضه عشان لازم ابقى دهن عشان ما الزقش فيها. عندك زيت هناك ممكن ندهنه؟ تمام. عشان ايه تبقى ايه اكتر حاجات بقى بتطلب في الحلويات المولد؟ اكتر حلويات اكتر حاجه اللي هي بتلفوليه والسمسميه، طبعا كل واحد حسب ذوقه يعني. طيب في ناس بتبقى يعني ما عندهاش سنان قوية طبعا، فمثلا ممكن ياكل حاجه زي اللديد القشطه، يعني القشطه دي ان شاء الله احنا هنعملها وهتعجبكم ان شاء الله. كان نفسي والملبن. برضو نعمل الملبن لان مش كل الناس بتعرف تعمل الملبن. تمام. الوصفه بتاعتنا دي الحمصيه ينفع يتعمل منها برضو السمسميه والفوليه واي نوع من انواع المكسرات. تمام. نفس المقادير ديت، بس هي في السمسم فيه هنا حاجه نقطه، يعني بقلل السمسم شويه. بتقلل يعني لو انا هحط نص كيلو سمسم خليهم 400 جرام سمسم. اشمعنى مع السمسم كده؟ لان السمسم حبايته صغيره جدا ومبقاش لكن بقيه المكسرات كلها عادي نفس بقيه المكسرات كلها عادي، بس طبعا لازم تخش الفرن، لازم تبقى سخنه. لازم تطلع من الفرن. تمام. احنا معانا برضو حاطين في الفرن دلوقتي الحمص بحيث ان احنا ايه. تمام. احنا معانا ثلاث وصفات النهارده يا شيفنا، ان شاء الله نلحق نخلص عشان الناس عايزه تشوف. طبعا ان شاء الله. هل تعتقد الحاجات دي ممكن تتعمل دايت؟ اكيد كل حاجه يعني كل حاجه بتتعمل، يعني ممكن مثلا بدل كده السكر يتحط سكر فركتوز. هو بصراحه انا ما عملتهوش عشان ما اقدرش. عسل ابيض مكان الجلوكوز؟ لا ما ينفعش. لا لا تمام. انا اشك، لكن هو في احنا معانا ان شاء الله باذن الله الايام الجايه في حد هيجي هتقدم لنا دايت، فانا يعني متحمسه جدا اشوف ايه هتقدمه دايت ازاي ان شاء الله. تمام.
حطينا وهي غلت، وحاطه دلوقتي بس ملح ليمون بس عشان نبقى عارفين واحنا بنتكلم دلوقتي. حمص سخن تمام، حضرتك بقالك قد ايه في مجال الحلويات، حلاوه المولد؟ يعني انا حضرتك في المجال ده بقالي يعني بتاع 25 سنه ما شاء الله. هل انا بس هديك وانتي علشان تعرف تمسك الحل. تمام. هل ده بيطلب طول السنه ولا حضرتك بتشتغل فيه بس في وقت العيد او لا؟ هو بيشتغل في يعني معظم الحاجات دي بتشتغل المواسم. مواسم؟ اه معظمها مواسم، لكن لما بتطلب حاجات يعني في يعني في اي وقت بنعملها، زي الفوليه والسمسميه والحمصيه دي تقريبا بتبقى معظم السنه يعني. طيب بتعيش قد ايه؟ دي بتقعد وقت طويل طالما هي طالما اتعملت واتغلفت بتعيش، ما فيش مشكله، ممكن تقعد لها 3 شهور 4 شهور والتخزين كمان يبقى في مكان يعني جو عادي، جو طبيعي. تمام. طيب بقيت السنة حضرتك بتعمل ايه لو مش بتعمله في المصنع؟ حضرتك احنا طول السنة بنشتغل حلوات شرقية. شغل حلوات شرقية، بسبوسة وكنافة وكل وبقلاوات، جميع انواع الحلوات الشرقية. تمام تمام. جميع انواع الحلويات الشرقية زي مثلا البسبوسة والكنافة كل حاجة، زيوت، بلح الشام، مشبك، كله حضرتك متخصص فيه؟ اه كله. أنا ليك طب في الحادق ولا؟ لا الحوادق لا، انا تخصص حلويات شرقيه بس. تمام. طيب تخيل الفصل خلاص لازم نطلع فاصل. ماشي فيه. طب نلحق نقفل دي؟ اه دي ولا خلاص نقفل دي بس عشان نبقى قفلنا وصفه. حطينا اهو الحمص، طبعا بعد الاختبار زي ما قال المفروض تبقى درجه الحراره قلنا كام، 100 وكام؟ توصل ل 110. 110 او هنختبر على الرخامه ونشوف هي ملمسها لازم يكون لزج ناشف شويه علشان ايه، مش طريه قوي، عشان تبقوا متخيلين لما تنشف هتبقى عامله زي ما هتقول، هي ناشفه قوي ولا هي طريه فتفك من بعض. تقليبه حلوه وبعدين بتنزل ممكن بقى. ممكن شويه حمص تاني ممكن لو فيه ولا خلاص؟ لا مفيش خلاص، هي لازم تبقى ماسكه اكتر معاك. لازم يعني لازم تبقى مش سايله قوي كده. لا هي طبعا اكيد كانت محتاجه تغلي اكتر. لا هو العود يعني كويس. طيب يعني هي كميه الحمص ما كانتش 500؟ لا اقل شويه، 500 هي كانت عاوزه سنه كمان بس. تمام. يبقى احنا عشان بس نبقى فاهمين في البيت ان القوام كده يبقى نزود عليها شويه كمان. خلاص خلاص هننزل بيها بعد كده على السيليكون بعد بقى ايه بتقلبها. هي لازم طبعا لازم تتقلب كويس. طب عشان التكه دي برضو ايه مش كلنا بنبقى عارفينها ان احنا لازم نقلبها شويه عشان خاطر تبقى الحمص يشرب العسل. الحمص يشرب العسل. طبعا هي وصفات كلنا بنحبها لكن نحذر انها برضو بتطخن لانها كلها سكر. طبعا تمام. ناخد من دي الاول بس. السيليكون مش بنبقى محتاجين ان احنا نكون مش محتاج. لا ماشي، اللي وراه ولا خليها فين؟ خليها على مش مشكلة. بتتفرد طبعا بسرعة قبل ما تسقع معانا صح؟ طبعا لازم تبقى سخنة وتتقطع برضه وهي سخنة. لازم تتقطع وهي سخنة. بتبرد شوية كده. طبعا تخلوا بالكم جدا ده سخن قوي، بلاش أطفال خالص خالص معانا. اوعوا. ده زي الكراميل بالظبط. يلزق في الايد ما شاء الله يبقى حاجة مرعبة فخلوا بالكم كده بقى اللي ايه اللي اتدهنت عشان برضو ما يلزقش فيها معانا. تمام.
وتاخد شكل متساوي. حلو ان الكميه صغيره معاكم بحيث انكم تعرفوا تجربوا، لان الحاجات دي برضه محتاجه ممارسه. هي مقاديرها قليله بس مش كل الناس، واوعوا تمسكوا بايديكم زيه ارجوكوا، هو ما شاء الله يعني شغال بالسخن متعود، فانتوا ما تعملوش كده خالص، كله باي اداه خشب اي حاجه تكون مدونه. سكاكين موجوده؟ اه عندنا سكاكين هنا. شكرا. هو حضرتك ماسكه ازاي طيب؟ ما دي ما احنا اتعودنا خلاص على ده. هو ممكن الانسان يتعود على حراره عاليه كده؟ اه ممكن، اللي هو بقى واخد على الشقه والحاجات دي. الله يعينك. بس كده بتبرد خالص وبعد كده بقى تبرد. شايفين تبرد شوية. معملها مظبوطه ازاي؟ تتقسم بقى مش بتقسمها دلوقتي وهي سخنه؟ لا بقى بس تهدى شويه. تهدى شويه وبعدين تروح ايه مقسمها. تمام اوكي خلاص. طيب احنا هنطلع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. فاصل ومكملين دلوقتي مع الشيف أسامة، شيف متخصص حلويات شرقية من 25 سنة وشغال في مصنع تصنيع كل الحلويات الشرقية اللي ممكن تتخيلوها، فمنورني النهارده. ربنا يبارك لك يا رب. احنا عملنا أول حاجة الحمصية وشايفين ريحتها تجنن أهي، وقطعها دي اللي عملناها مع بعض قبل ما نروح لفاصل. وكمان متحمصة بقى حلو بقى عن كمان إيه اللي احنا متعودين عليها، اللي احنا متعودين عليها فاتحه شويه، فهي دي متحمصه وريحتها بجنن. احنا دلوقتي بقى هنعمل كمان القشطه، ولا اسمها القشطاليه؟ لا احنا حضرتك هنعمل دلوقتي اللذيذه. هنعمل لذيذه مش القشطه؟ لا اللذيذه. طيب ماشي اوكي. طيب. لذيذه حضرتك احنا يعني طريقتها سهله جدا، وصفتها سهله جدا. انا بحط 500 جرام جوز هند. تمام. كيلو سكر. لا الاول انا بنزل بالجلوكوز والسكر والميه مع بعض، بعمل حاجه اسمها عود. يبقى اول حاجه حطيناها كيلو سكر جلوكوز. بعد كده وحطينا عليه 750 جرام يعني كيلو الا ربع من سكر خشن. تمام. و 125 ملي ميه يعني اكتر من نص كوبايه بشويه. تمام. وبعد كده بسيبها على النار تستوي، تاخد زي عود برضه تاني. لازم تاخد درجة الحرارة تبقى هنا كام بقى؟ لازم برضه 110. 110 برضه 110، هي نفس القصة بالظبط. نفس القصة، هو شغل المولد، حاجات المولد كلها بترتبط سكر وجلوكوز وتظبيط العود بقى، هو أهم حاجة العود. بعد كده أنا بنزل بملح الليمون، لازم أحط ملح الليمون. ليه ملح الليمون؟ عشان أنا لما أعمل الحاجة ديت الخليط ما أجيش تاني يوم ألاقيها مسكرة ترجع سكر زي ما كان. بس صح، لازم ايه ملح الليمون بيحافظ على قوام اللي هو مش معمول زي الكريستالات. تمام. بعمل ايه بقى دلوقتي؟ الحاجه بيغلي دلوقتي. انا دلوقتي عايز اجرب العسل اشوفه استوى ولا لا. اوعوا تعملوا الحركه دي. تمام يا جماعه، مش عارفه بيعملها ازاي. لا بجد. وريني ايدك. وريني ايه ده؟ ما فيهاش حاجة كويسة. لا ازاي ده؟ لا أنا عشان أنا اتعودت اتعودت على درجة فوق 100 درجة؟ 100 درجة حرارية؟ ممكن، مفيش مشكلة فيها. ازاي الواحد يتعود؟ في طريقة تانية كمان بنستعملها، بنجيب المية وأحط إيدي في المية. ماشي، دي مفهومة. لكن على طول كده تدخل إيدك ازاي؟ بدخل إيدي طبيعي. في الحلة كده على طول؟ على طول. نهار أبيض، مش قادر أشوف المية. صعب جدا. حضرتك ملح الليمون بنزل بيه اهوت. ملح الليمون بعد ما بيغلي معانا وياخد القوام. طريقه سهله، طريقه سهله جدا، ما فيهاش اي صعوبه في البيت ولا اي حاجه.
يا بسرعه جدا، بس اهم حاجه ما يبقاش معاكم ولاد. اه وقلنا لو معاكوش ترمومتر اللي يدي 110 تاخدوا شويه على الرخامه وتشوفوا القوام بتاعها يكون ما بين يكون لزج على ايه، يعني لما يجي يمسك ما يمسكش ينشف يبقى حجره، لازم يبقى فيه ليونه شويه. لو مسك الحل عادي جدا برضه من غير جوانتيات. طبعا انا عملت العسل، العسل ده لازم اعمله قبليه، يعني لازم اعمل العسل دوت لوحدي كده، وبعد كده بروح نازل كده عكسي بقى، ننزل هنزل كده واقلب على جزء وهو سخن، المهم بس البوله تستحمل وهو سخن، واقلب كده اقلب. لو عاوز عسل تاني بديها، مش عاوزه. طب ليه مش عكسي، مش تحط جوز الهند فيها؟ لا انا عشان العسل ده هيبقى كتير، انا مش عاوزه يبقى مسكر عشان اللي ياكل ما نفسه ما تجزعش منها، فانا بحط العسل بمقدار بالمقدار اللي انا عاوزه، يعني انا ممكن ما بحبش السكر فعاوزه يبقى قليل بس انا مش هسيبك برضو لغايه ما تحكي لنا برضو القشطه دي بتتعمل ازاي النهارده. القشطه دي سهله جدا جدا برضو. ازاي؟ قول لنا بقى. برضو نفس القصه كده، عسل وعسل جلوكوز وسكر على النار وميه وبجيب يعني جيلاتينا. الفرق انا شايفه بياض بيض وجيلاتين. بتعمل بيهم ايه بقى؟ تمام. البياض بيض بيتضرب في المضرب بيبقى عامل زي المرنج. زي المرنج. بعد كده بنزل بالعسل وهو سخن عليه، ايطاليان مرنج. وبعد كده بنزل بالجيلاتينا اخر حاجه، وبعد كده بصبها جيلاتين مسيحه. جيلاتينا بسيحها على سيحها ازاي؟ الجيلاتينا بحطها في بوله ولازم افكها بميه واسيحها على البخار. اوكي. ما ينفعش اعمل الجيلاتينا يعني احطها على النار كده، لا لازم على نار هاديه. لازم على نار هاديه، بخار بخار عشان ما تقفش. بعد كده بتروح بقى ضيف جوز الهند. ايوه بعد كده ضيف. يبقى الفرق ما لا جوز الهند، لا جوز الهند بتبقى مفروشه على الصاج وبنزل بيها عشان تعمل طبق عزله ما بينها، بتبقى عامله زي المارشميلو شويه. بالظبط، هي مارشميلو تقريبا. بس كده دي اللذيذه ان شاء الله نبقى نعملها هي والملبن لازم نعمله والنوجه ان شاء الله. اكيد حضرتك متخصص برضه بتاع النوجه. طبعا النوجه بقى النوجه إيه؟ جميله بالمكسرات، هتبقى جميله جدا طبعا وهتعجب الناس كلها. طبعا فالنوجه دي من الحاجات المحبوبه جدا ومش كل الناس برضه بتعرف تعمل. احنا عملتها قبل كده بالشوكولاته البيضاء والشوكولاته الغامقه، وممكن برضه النوجه تخش في الشوكولاتات وكده، يعني تبقى كانت اسهل طريقه علشان الناس اللي مش هتعرف تشتغل بال ترمومتر. ان انا ادخل في الوصفه الشوكولاته وهي اللي تمسك معايا. هو الافضل الترمومتر عشان انا لو انا عاوز اعمل حاجه مظبوطه. الترمومتر مش غالي، مش كل ست بيت هو مش غالي، يعني بتقدر ان هي، يعني جبت بالترمومترات قبل كده كانت مش شغاله، فمش كل ست بيت هتعرف انها تجيب حاجه صح تشتغل معاها وكده. فعشان كده الوصفات اللي هي ايه بتكون اسهل لما تكون وصفه لست البيت ما فيهاش شوكولاته، قصدي ما فيهاش ترمومتر او دقه اوقات زياده. تمام. بس احنا دلوقتي المره دي الدقيق لازم على اصولها بقى، فلازم تبقى على اصولها بالمعيار الصح والطريقه الصح، مش بالطريقه الاسهل اللي انا بقدمها. تمام. احنا عشان برضو لازم هنطلع فاصل خلاص، وانا موعد الناس على اجابه اسئلتهم. انا طبعا الوقت بيعدي بسرعه جدا، وحضرتك لازم هتديلي حلقه تاني قريب ان شاء الله يا فندم، نعمل فيها بقيه الحاجات إن شاء الله. نعمل فيها مهم جدا زي ما قلت النوجه والملبن، دول اساسي لازم نعملهم ان شاء الله، ونعمل برضو القشطه دي ان شاء الله. طيب حضرتك بتفردها؟ انا بفردها كده لحد ما تبرد برضو على السيليكون. ممكن يفضل على السيليكون يا جماعه، مدهون، مش شرط مدهون، يعني سيليكون عشان تفك معايا. بالظبط. تمام. وبعدين تتقطع امتى؟ لما تهدى. ممكن بقى لو انا عاوز احط عليها
مكسرات من فوق، محمصة زبيب زي ما بيتحط، زبيب، بندق، لوز، فستق، اي حاجه محمصه، لان طيب التحميصه لما نفسها بس متلونه برتقالي. بالظبط البرتقال هي الفرق ما بين اللذيذه والحمام هو اللون، اللون بس، وتقطيعة الجوز الهند. بس هي ده الفرق ما بين بس. انا بشكرك جدا جدا جدا، من يكرمك بجد. انا عارفه ده شغل مصنعكم، يعني ده هو جاي بشغل المصنع. تسلم ايدك، شغل رائع. ربنا يكرمك، بشكرك قوي، وان شاء الله زي ما قلت لازم حضرتك تكون معايا ان شاء الله للوصفات الباقيه، علشان كل الناس يعني تقدر تشوف بقيه الوصفات ان شاء الله. فهمت. الف شكر. هل عايز تقول اي حاجه ونختم؟ بقول سلام عليكم. ماشي. نشوفك على خير قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الفقرتين يكونوا عجبوكم. هنروح بقى لفاصل وهنرجع نكمل مع بعض اجوبه واسئله. سفرتنا النهارده مليانه حاجات يعني جميله جدا. زي ما وعدتكم انا هجاوب على الاسئله اللي انتوا بعتوها على الاونلاين على البيج وعلى الفيسبوك. هقول لكم بقى الاسئله اللي جت. انا جالي سؤال من عزه بتقول ممكن تجمعي وصفات الشوفان كلها في البوم بالصور والمقادير مع الرجيم السحري والمشروبات والديتوكس معانا. شكرا حبيبتي. يعني ده معناه ان انا اعمل كتاب؟ يا رب ان شاء الله. بس هو دلوقتي الدنيا ماشيه اكتر سوشيال ميديا، يعني انا عندي ويب سايت والويب سايت عليه الوصفات، هتلاقي برضو الوصفات على اليوتيوب. موضوع اسهل، تتفرجي على الحاجه هتكون اسهل كتير قوي. كتير بس كلمه شوفان وسالي فؤاد هتظهر لك كل الحاجات اللي عملتها بالشوفان في السنين اللي فاتت. طيب عندي سؤال برضو من حبي جيم، من ياسمين الجميله دي. ازيك يا سالي، انا مشكلتي كلها في الجزء السفلي، ارداف وجسمي كله مظبوط ما عدا المنطقه دي، عايزه حل. ولو عملت دايت جسمي بيخس بس الارداف ما بتخسش قوي. حبيبتي بصي، لازم اقولك على الخبر المؤلم ده للاسف الشديد، ان الجنيب ما بتنزلش غير يعني بصعوبه جدا، يعني ما بتنزلش خالص. يعني مهما خسينا تلاقي دايما هي جينات هي المتحكمه في الموضوع ده، وانا من الناس اللي عندي المشكله دي. فتلاقي على طول نخس من فوق حلو جدا وتمام، وتلاقي تحت بيخس قليل جدا جدا جدا. والارداف والجينات المصريه ما شاء الله، يعني تحسه كده تحت كده جميل. فده عشان ينزل بينزل قليل قوي بالنسبه لفوق، ندخل من تحت على طول كده زي التليتابيز بالظبط. فللاسف دي جينات. لو قلت لك في ساحر ممكن يخسسه رياضه او رجيم او كده، لا بتخس بتقل بس مش بتروح خالص، بتفضل لسه ما زالت هي الاكبر للاسف، لان ده شكل وخريطه جسم مش هنعرف نغيرها، ما بتتغيرش الا بقى بتدخل جراحي. دي الحاجه بس التدخل الجراحي اقدر اقول ان لو مثلا شفطتي حته هتلاقي سبحان الله الجسم على طول اختار حته تانية يراكم فيها الدهون. يعني مثلا شفطتي الجناب ممكن تلاقي رجلك تخنت اكتر من الاول، شفطتي دراعات تلاقي بطنك تخنت اكتر من الاول. يعني لازم الجسم يصب في حته، فهو يعني سبحان الله خريطه وبيمشي رقم واحد كذا، اتشفطت رقم واحد اروح على رقم اتنين، رقم اتنين دي الله اعلم فين بقى، ممكن تكون في اي حته في الجسم. فهي للاسف هي يعني هو كده. في طبعا ناس ربنا خلقهم يبقوا كلهم يعني من اول فوق لتحت مظبوطين، وفي ناس ثانيه لا اللي هو شكل التفاحه، في ناس ثانيه شكل الكمثرى. فكل حد
حسب ما ربنا خلقه، بس انه يخس خالص 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 الجناب ما بتخسش الا يعني نسب معينه، بس ما بتروحش خالص. بس ده اللي لازم اقوله. طيب في سؤال من هند يوسف، بتقول الفراخ جت من الشوي مش مستويه وبدمها، ايه الحل؟ تخليها الفرن، تخليها الفرن تستوي من جوه، تغطيها وتخليها الفرن. طيب عندي سؤال من نيرفانا، بتقول لو سمحت يا سيدي، والده من 7 شهور ورضع طبيعي، عايزه طريقه للتخسيس بس ما تاثرش على الرضاعه. 7 خطوات هايله، وشرايح الخبز هايله، شرايح الخبز مشبعه، بتدر اللبن وبتشبع. 7 خطوات بتساعدك على انك تخسي بطريقه منتظمه جدا 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 من غير ما تاثري على البيبي، واهم حاجه شرب الميه. عندي سؤال من هبه سلام، بتقول انا وبنتي بنحبك قوي قوي، وبنتي دانا نفسها تطلع معاكي في حلقه وكلمت دعاء قبل كده. طيب حاضر، يبقى ايه، معلش استني هوصل ده لدعاء، علشان احنا عندنا قائمه كبيره، فممكن جدا ما تكونش بس دورها جه. لبنى بتسال، لبنى 4 8 بتسال، لو سمحت ينفع اعمل 7 نصايح وانا والده من 2.5 شهر وتخنت جدا بعد الولاده، هو ينفع اعملها ومش هاثر على الرضاعه؟ ده سؤال لسه مجاوباه. ينفع جدا طبعا، 7 خطوات، وشرايح الخبز مش بيقعد، تشربي ميه كفايه، بس التاثير انك تخسي فعليا بشكل واضح بعد 6 شهور. بتمنى يا رب اكون جاوبت على بعض الاسئله المهمه. هسيبكم بقى، وبكره ان شاء الله اشوفكم على خير على الهواء. سريعا بس عايزه اقول احنا عملنا ايه، عملنا وصفه حلوه ووصفه حادق، قدمنا منتج لدريم، وعملنا مع بعض وصفه حادقه اللي هي السمك المقرمش بطريقه ممتازه ان شاء الله، حلوه جدا ل7 خطوات، وحلوه جدا السمك ده للناس اللي عايزه تخس، اللي عايزه ترفع الحرق. تمام، والنهارده كان معانا شيف عظيم، شيف اسامه، وهو شيف متخصص حلويات شرقيه بقاله 25 سنه، قدم لنا الحلويات، حلاوه المولد، صنفين منهم، بحيث انكم ان شاء الله تطبقوه في البيت، بس ما تاكلوش كتير ارجوكم عشان دي المناسبات طبعا، وحته صغننه عشان ندم بعد كده، ونقعد بعد كده 2 شهر عايزين ننزل الوزن اللي زدناه. تمام، فان شاء الله هجيبه تاني علشان يعمل لنا بقيه الحاجات بقى الحلوه اللي احنا شايفينها في الطبق دي من انتاجه. فبتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم بكره على وان شاء الله على خير. باي باي.